كشف وزير المالية أحمد كوجوك عن المرحلة الأولى من حزمة تسهيلات ضريبية. أضاف وزير المالية خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة ستعمل من خلال حزمة التسهيلات على تبسيط الإقرارات الضريبية، كما سيتم تفعيل نظام المقاس المركزي للتسهيل على المستثمر. فإحنا قررنا أن احنا نعمل منظومة متكاملة بتعامل وبتخاطب كل أنواع زي ما أقول الفئات حتى 15 مليون جنيه، وبتخاطب كل أنواع الأنشطة، وده أكبر حتى من اللي كان موجود. كان في مادة موجودة في أحد القوانين في جهاز المشروعات الصغيرة، وإحنا الحقيقة خدنا وطورنا على هذا وزودنا وعملنا بقى حاجة انتجريتد، حاجة متكاملة بتخاطب كل أنواع. ما بنتكلمش هنا على الضرائب الأرباح على الدخل، بنتكلم على كل أنواع، بنتكلم على القيمة المضافة، بنتكلم على الدمغة، وإن شاء الله هنعفي هذه أو المجموعات هنعفيها من حاجات كتيرة قوي، من ضريبة توزيعات الأرباح، من ضريبة الدمغة، من عديد من الأمور اللي تخليهم عندهم قدرة على المنافسة. تاني هدفنا ان هم نساعدهم ان هم يكبروا ويتوسعوا ويبقوا عندهم قدرة اكبر على المنافسة، فدي حاجة مهمة جدا، ودي حاجة تساعدنا. احنا عايزين نوسع القاعدة الضريبية، عايزين يبقى عندنا عدد ممولين اكبر، عايزين يبقى عندنا عدد من الممولين اللي بيكبروا. زي ما قلت شريكنا ده لما بيكبر احنا معاه لوحدنا كده كشريك معاه بنبقى داعمينه، لكن كمان بنستفيد دولة وهو بيستفيد واحنا كمان كحصيلة بنستفيد. فدي حاجة هنبتدي بيها، وواحدة من الحاجات اللي احنا بنطرحها ان شاء الله، واللي هنبقى جادين جدا في تطبيقها وتنفيذها وبجدية جدا.